المشكله دي مش هتتعالج بسهوله. هل المشكله دي نفسيه بسبب طبعا انك الضغط العصبي في الجزائر والمشاكل والحاجات اللي والحادثه اللي حصلت؟ بدون شك اولاد النادي الاهلي كان الله في عونهم. انا عاذرهم 100% على كتفهم كل مشاكل سنه مشاكل سنه من اكتوبر اللي فات لاغسطس ده، مش 19 شهور شايلينها النادي الاهلي على كتفهم. كان الله في عونهم. ولذلك انا بقول لك الوضع مش سهل على اللاعبين، والوضع ومش سهل انهم يفوقوا الفوقان الكامل. لكن في بعض التغييرات اللي يمكن تحسن اداء الفريق. نزول احمد حسن حتمي ونزول، واعتقد ان ممكن جدا محمد شوقي ياخد فرصه على حساب حسام عاشور على وجه الدقه، مع اعطاء حريه كامله لمحمد شوقي وحسام غالي. أيوة. وتثبيت احمد فتحي. هو اللي حصل ايه؟ ان الحريه معطاه لاحمد فتحي. احنا عندنا ثلاثه ارتكاز، حسام عاشور وحسام غالي واحمد فتحي. هناك حاله من التثبيت التام ودون حريه على الاطلاق لحسام عاشور، لا يمكنه التقدم. حريه حسام غالي مقيده، هو رقم 2 في الحريه المقيده. الحريه المفتوحه لاحمد فتحي، وشفناه بيدخل منطقه الجزاء وبيهدر فرصه، وشفناه في اكتر من مكان. ده الكومبينيش او التركيبه دي مش لذيذه، لان احمد فتحي مهارته ما تسمحلوش بالتعامل. حسام غالي عنده الحته الهجوميه اكتر شويه، ومحمد شوقي عنده دقه التسديد اكتر من احمد، والالتحامات برضه قوه واقوى ورزل. يعني مش رزل، مش كلمه رزل سيئه، رزل في الكوره يعني، رزل شرس. أيوه في شرس في الكوره محمد شوقي، وهو ماشي بيعمل كوع كده، بيعمل كده يعني ينغز المنافس يضايقه. العاب الالتحام المنافس بعد كده عامل حساب بالظبط، عايزه شراسه شويه. الالعاب الكره الطيبه خلصت. الكرة محمد بركات ومحمد ابو تريكه وناجي جده يلعبوا امام فريق بيلعب كره نظيفه، انما مباراه اليوم خاليه من الكره النظيفه، مباراه اليوم مباراه شراسه. فلابد ان احمد حسن بدل احد الثلاثه الاماميين، اي واحد من الثلاثه، ولابد محمد شوقي بدل حسام عاشور، ولابد ان احمد فتحي هو اللي يرجع ورا ما يبقاش هو صاحب الحريه، ومحمد شوقي يبقى هو صاحب الحريه، ولابد ما قلقش على الشريف عبد الفضيل وسيد يا اخي اطلعوا واضغطوا. امال انت بتلعب ثلاثة ليه وسط ملعب؟ بتلعب ليه باحمد فتحي وحسام عاشور وحسام غالي؟ الا علشان تدي حريه لشريف عبد الفضيل وسيد، ولا هي مساله نمر وخلاص؟ فالمساله يعني بس